سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر لانطلاقات سن اللقاية في صباح هذا اليوم، ثاني أشواطي هذه الفترة الصباحية، ينطلق ليحمل لنا اللقاية الأبكار المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في الخمسة كيلومترات تتنافس على شرف الفوز والناموس. انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين مع اشراقة صباح هذا اليوم في هذا الاندفاع والانطلاق مباشرة ابحر في عمق الميدان. اسير مع مياس عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي يتقدم على المركز الاول يقود مسار الشوط. المركز الثاني تاتي في زعفور، زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة حميري يقدم زعفور على المركز الثاني. المركز الثالث أشوف ثالث المراكز تتقدم في هذه اللحظات، زعفران عبد الرحمن بن ناصر بن أحباب الهاجري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع تاتينا وتتقدم سلام في المركز الرابع، يقدمها حمد بن راشد بن محمد المري ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر في خامس المراكز تتواجد براقة في هذا الانطلاق، مسفر بن محمد بن سلومة الرزق يتقدم في هذه اللحظات. المركز السادس شوف اللي وصلت مجد سلطان بن يعقوب السعيدي يقدم مجد في المركز السادس. المركز السابع عندك يا شاعر حمد بن علي العويسي يقدم شعاره اللي تدخلت في هذه لحظات وتواجدت مجهولة تتقدم في هذه اللحظات. حمد بن علي بن عامر العويسي المركز الثامن، ثامن المراكز هذه تقدمت مشاهدي العزيز. صواب نايد بن مسلم بالزفنة يتقدم مع صواب. المركز العاشر، عاشر المراكز تواجدت في هذه اللحظات الحذرة، أحمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري في المركز التاسع والمركز العاشر في هذه اللحظات. وفي هذا الاندفاع برقية سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري. هذه العشر المراكز من الابكار اللقاية المهجنات سن المفاجآت، وخلف العشر ياما وياما من الاسماء. شوط يحمل شعارات، يحمل اسماء جميلة، يحمل تحديات رائعة وجميلة للقاية في هذا الانطلاق. انتظروا التنافس، انتظروا الأثار الحاضرة في ميدان المرموم دائما وابدا في تحفة الميادين في منشأ الأصايل في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. أعود بعد العشر المراكز في هذا الجو الضبابي، أعود مع الشاعر بن حزيم، أعود مع الشاعر بن حزيم مقدم مياسة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي ياتي بمقدمة الشوط يندفع على المركز الأول. مقدم سلالتي مياس على المركز الأول وهي منفردة تقود لبكار المهجنات وتتصدرهم بجدارة. تليها في المركز الثاني تتقدم زعفران، ياتي عبد الرحمن بن ناصر بن أحباب الهاجري على ثاني المراكز. والمركز الثالث اللي تدخلت اللي انطلقت زعفور سعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا زعفور على المركز الثالث. أما المركز الرابع مجد سلطان بن يعقوب السعيدي يتقدم كذلك مع مجد، ومجهولة تأتي في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. مجهولة الشاعر حمد بن علي العويسي يتقدم في هذه اللحظات. شوف اللي وصلت في هذه اللحظة، هذه اسم جديد جت من خلف العشر، ريمة نايد بن راشد بن سيف النايلي الشامسي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق في هذه التحديات الجميلة. وهناك علي بن محمد بن راشد بن شابل المري كذلك ياتي بالتحديات
التنافس والتقدم من الجانب الآخر أمسية مبارك بن حمد بن علي اليديلي، ولكن عودة مع الألف وميتين، عودة مع أهل العوير، عودة مع أهل العوير، أهل العوير والشاعر. ما شاء الله تبارك الله، بدون أوامر وبدون منافس في الكيلو الأخير يا شاعر، في الكيلو الأخير يا بن حزيم على المركز الأول، على الانطلاق الأول من البداية. قادة الشوط راس تملك الشاشة، من الشاشة تستلم كادر مصورها، تندفع بالركب من حاشة يا شاعر، صوت المنادي يذيرها كنها يدلان نعاشه العثاكل في مضامرها. روح مع شوط المهجنات مع المركز الأول، مياسة مياسة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي مع مياسة، مع مياسة منفرد بالمركز الأول منطلقة، ولكن التحرك من المركز الثاني نخوة، نخوة علي بن محمد بن راشد بن شابل المري يقدم نخوة على المركز الثاني، المركز الثالث مجدة لسلطان بن يعقوب السعيدي، والمركز الثالث الشاعر حمد بن علي العويسي في هذه الانطلاقات. ولكن المركز الأول خلاص خلاص قفلت على مسار الشوط، سلمت على أهل العوير، على أهل العوير من المرموم إلى العوير. تهانينا تهانينا على هذا الفوز. عبد الله بن سالم بن حزيم يتقدم بالمركز الأول، يقدم الشاعر هذه النوعية اللي لها عادات على الفوز، لها عادات على الناموس. تهانينا مياسة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، أشكرك على هذا الفوز وسلام لأهل العوير، سلام صباحي جميل. المركز الثاني في نخوة لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري، المركز الثالث ميهولة لحمد بن علي العويسي، المركز الرابع اللي وصلت فيه مشاهدي العزاء لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، المركز الخامس السعيدي ياتي في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء الخمس المراكز، وهذه مياسة وتوقيتها الافضل في صباحي هذا اليوم، 7:25 و8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس نزفها لمالكها عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي على هذا الفوز، وسلام لأهل العوير، سلام صباحي من المرموم. المركز الثاني 7:32 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس نخوة لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري، والمركز الثالث 7:33 بالوفاء والتمام. تهانينا الشاعر حمد بن علي العويسي على الفوز بالمركز الثالث. تهانينا.